بالأجهزة بعيدا عن محاكمة الرئيس المعزول ومعه من قيادات الإخوان. الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم المصرية بيكشر عن أنيابه، بيضي الاتحادات المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم مهلة أخرى 10 أيام لما وصفه بالتدخل الحكومي في شؤون الأندية المصرية. الفيفا طالب بإلغاء انتخابات مجالس إدارة الأندية، وطالب أيضا بإعادة المجالس المنتخبة اللي صدر قرار سابق بحلها بناء على لائحة داخلية مثيرة للجدل أصدرها وزير الرياضة في الحكومة المستقيلة. كلنا بنتذكر المشكلة الكبيرة اللي حدثت بين اتحاد الكرة المصرية والنادي الأهلي، أو عذرا وزير الرياضة والنادي الأهلي وزير الرياضة في الحكومة المستقيلة، ومحاول حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وصعد النادي الأهلي من إجراءاته وبعت بخطاب للفيفا، والفيفا أرسل تاني إنذار لاتحاد الكرة المصري بطلبه فيه بعدم التدخل حوالين هذا الأمر. سعدنا أن يكون معنا الأستاذ أيمن الكاشف الناقد والمعلق الرياضي. صباح الخير أستاذ أيمن. صباح الخير أستاذ أيمن. خلينا معاك نتابع هذا التقرير وبعدين نطرح التساؤلات حول المغزى من تحذير الفيفا والمهلة اللي اداها للاتحاد المصري لكرة القدم. عشرة أيام لإعادة المجالس المنتخبة أو تجميد النشاط، هكذا أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الاتحاد المصري للعبة حتى 10 مارس الجاري لإعادة مجالس الأندية المنتخبة، وإلا سيتم معاقبته بكافة العقوبات المنصوص عليها في لوائح الفيفا ومن بينها تجميد النشاط. وكانت وزارة الرياضة أنهت أعمال مجالس إدارة أندية الشمس والترسانة والزمالك والنصر والترام، ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم صورة للخطاب الذي أرسله الفيفا الأربعاء الماضي، والذي طلب فيه إنهاء التدخل الحكومي في موعد أقصاه 10 مارس المقبل وموافاة الاتحاد الدولي بما يستجد. وكان طاهر أبو زيد الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للرياضة أصدر قرارا بوقف تمديد فترة مجلس إدارة النادي الأهلي وتحويله للنيابة العامة الشهر الماضي، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في اليوم ذاته بوقف القرار لحين دراسة الوضع القانونية. ومن جهته تتجه نية اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلى إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يخلي فيه مسؤوليته عن الأزمة القائمة حاليا بين وزارة الرياضة والأندية حول إلغاء الانتخابات. كانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت الرياضة المصرية مهلة مدتها عام لإعداد قانون جديد للرياضة وإقراره من البرلمان المصري المزمع انتخابه منتصف العام الجاري عقب الانتخابات الرئاسية. برحب مرة تانية بالأستاذ أيمن الكاشف الناقد والمعلق الرياضي. أستاذ أيمن بعد التحية، هل يحق للفيفا أن هي تقوم بتهديد أو بإرسال إنذار للاتحاد المصري لكرة القدم أو أي اتحادات أخرى وتجمد النشاط الرياضي فيه دون الرجوع إلى الأسباب التي جعلت هذه الاتحادات تقوم بتجميد مجلس إدارة أو إجراء انتخابات في مجلس إدارة أحد النوادي؟ طبعا تملك الحق. ما هو كل الاتحادات الأهلية اللي هي زي الاتحاد المصري وكل اتحادات الدول دي اتحادات أهلية كلها بتتبع في الآخر للنظام اللي مؤسسه الفيفا لإدارة شؤون لعبة كرة القدم. عشان كده في ناس من المعلقين وناس من الإعلاميين الرياضيين كتير بيقولوا عليها إمبراطورية كرة القدم أو جمهورية كرة القدم. ف الفيفا منذ تأسيسه سنة 1904 وهو بيدير اللعبة وبيدي الأفضلية دايما في إدارة الأندية لجمعية العمومية، بحيث إن هو يمنع أي تدخل حكومي على إدارة هذه الأندية، بحيث إن هذه الأندية تبقى بتدار من قبل الأعضاء اللي تم انتخابهم من خلال الجمعية العمومية. طب نقدر نقول إن الخطاب اللي فيه مهلة وتحذير ده من تداعيات الأزمة اللي أثرها محاولة وزير الشباب السابق حل مجلس النادي الأهلي، ومن قبلها العمري فاروق. من قبلها يعني هي بداية الأزمة كانت العمري فاروق، ثم قدوم الكابتن طاهر أبو زيد على رأس الرياضة المصرية كوزير للرياضة المصرية في الفترة السابقة.
واستمراره للتدخل الحكومي واستمراره لوضع لائحة مخالفة للوائح اللجنة الأولمبية ولوائح الفيفا وتسمح بإطاحة بعض المجالس المنتخبة من قبل الجمعيات العمومية، كل دوت طبعا في همزات وفي وصل بين هذه الأندية والاتحاد الدولي. احنا ما ننساش ان احنا عندنا اعضاء في باشمهندس هاني ابو ريدة وفي خالد مرتجي وفي اكثر وفي مستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، كل دول دخلوا في صراع مع وزارة الرياضة من اجل عدم تطبيق اللائحة اللي اصر عليها الوزير السابق طاهر ابو زيد. هل رحيل الوزير ربما ينهي هذه المشاكل؟ هو فعلا يعني احنا بنقول ان ممكن امبارح بالامس المهندس خالد عبد العزيز تم دمج وزارتي الشباب والرياضه واصبح هو المسؤول، وبالفعل لنا اعلامه يعني ان امبارح بدا فعلا في جلسات بعد حلف اليمين، بدا في جلسات من اجل اتخاذ قرار نهائي هل هيبقى هناك في انتخابات في خلال الفترة القادمة ولا هتؤجل الانتخابات، وهيتم الاتفاق والتنسيق مع كل رؤساء الأندية المعنية بهذا الأمر بحيث أنه يخرج قرار توافقي يبقى مقبول للجميع، وزي ما بنقول كده ينزع فتيل الأزمة بلغة الإخبارية، يعني ينزع فتيل الأزمة بحيث أنه ما يعرضش الكرة المصرية ابدا لتجميد النشاط، وان هو يمشي على خريطه المستقبل اللي طلبتها الفيفا من الاتحاد المصري لكره القدم. هل المهله بتاعت الفيفا للرد على هذا التوجه من جانب مجلس الاداره اتحاد الكره المصريه، ولا مهله 10 ايام لو ما تمش ارجاع هذه المجالس مره اخرى هيتم تجميد النشاط الرياضي؟ انا عايز اعمل بس فول ستوب كده واقول تصحيح ان هو الاتحاد المصري لكره القدم هو بيخاطب لان هو دي الجهه المنوطه التابعه ليه، لكن هو الاتحاد المصري ما كانش عنده اي مشاكل، المشكله كانت جايه من وزاره الرياضه، واتحاد الكره كان لازم يبقى ليه دور اقوى من كده، كان لازم يبقى متمسك بالقوانين اللي على ضوءها هو أصبح موجود وعلى ضوءها هو بيضع المفروض استراتيجيات كرة القدم إذا حددنا وخصصنا الموضوع واتكلمنا عن كرة القدم. بالنسبة للفيفا، الفيفا أرسل خطاب قبل الخطاب الأخير ده اللي فيه تهديد 10 أيام وشرح لاتحاد الكورة وأعضائه إن في خريطة مستقبل، أنتوا بتقولوا وكنتوا واخدين قبل كده مهلة سنة لوضع قانون جديد، هو اقترح في الخطاب قبل الأخير دوت إن الأندية المصرية وعلى اتحاد الكرة المصري إن هو ينتظر إصدار القانون الجديد ثم تقام على إثره انتخابات بالقوانين الجديدة ثم يبدأ يعمل اللي هو عايزه، يعني بواحد اتنين تلاتة. لكن طاهر أبو زيد برضو هرعيد وكرر مع كامل احترامي ليه أصر على ضرب كل هذا الكلام. ده يمكن فيه يعني إجمال رد حضرتك أنه يعني لعل الأزمة تنظر بشكل جديد دلوقتي بعد ما تولى المهندس خالد عبد العزيز الوزارتين الرياضة والشباب. طيب إحنا بنتكلم عن تجميد النشاط الكروي واللي كان يعني جملة مش جديدة علينا نتيجة الأحداث الكتيرة اللي مر بيها النشاط الكروي تحديدا أمنيا، دلوقتي رؤيتك لاستكمال الدوري خصوصا بعد الأحداث اللي شفناها وأقربها كان امبارح اقتحام الألتراس الزمالك، محاولتهم اقتحام الملعب رغم تحذير الأمن ورغم القرار الأمني بعدم حضور المباراة. هو طبعا في انفلات ما فيش كلام، لسه بنعاني من بعض السوالب يعني من بعض الجوانب السلبية فيه، في انفلات كبير ولازم وزارة الداخلية تعيد النظر في صياغة دخول الملاعب الجماهير. كان من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة في وكانت معروضة في الوزارة المستقيلة زي ما انتوا يعني بتحبوا ان انتوا تقولوا التعبير دوت، كان في قانون بيعد اللي هو قانون مكافحة الشغب الرياضي، كان قانون تقريبا مكون من 21 مادة، كان بينص القانون دوت على تعريف الحدث الرياضي والعقوبات للي محرض والمشاغب والمنتهك والمقتحم بأنه هو يغلظ العقوبة من الحبس من العام لخمس أعوام وغرامة مالية بتتراوح ما بين 50 ل 200 ألف
تمام، قانون رادع بشكل كبير لكل محاولة شغب أو لكل محاولة تحريض أو اقتحام أو اعتداء على أي من عناصر اللعبة. احنا محتاجين القانون ده عشان الدوري يستكمل وما يحصلش زي الموسم اللي فات. لا ده افتتاحية للي أنا عايز أقوله. أنا عايز أقول إن على الداخلية إنها تعيد الأمن وتعيد دخول الجماهير يعني زي ما بنقول رويدا تمام. هو صحيح الشغب اللي حصل من جماهير أو بعض جماهير الأهلي الألتراس فحصل في لقاء السوبر طبعا هو تصرف غير مبرر على الإطلاق تمام، ولكن بيحدث، لكن مش معنى أنه يحدث مرة أنه يبقى هيحدث كل مرة. حتى لو عندنا مشكلة في مفاهيم هؤلاء الشباب علينا أن احنا ندخل بعض الجماهير بأحجام وأعداد قليلة لغاية لما السلوك الرياضي يبقى يتقوى. حصل مشاكل بره يعني الجماهير دخلت جوه حصل مشاكل بره بالضبط. ما هو عندهم مبرر. انت لازم يعني انا عايز اقول ايه، ان احنا مشكلتنا ان كل واحد برضو بيتكلم من وجهة نظر ما بيسمعش لوجهة النظر الاخرى. وجهة النظر الاخرى جماهير الزمالك بتقول احنا ما عملناش ما ارتكبناش اي خطأ، بالعكس احنا حضرنا مباراة في افريقيا اللي كان مسموح فيها بحضور الجماهير ولم نرتكب اي اخطاء ومشي. انا عايز اقول ان لازم يبقى فيه وسيلة للتفاهم، وسيلة للحوار، لأن الرياضة هي ملمح من ملامح الثقافة لأي دولة من الدول. ليس مطلوب أبدا أن ملاعبنا كده تبقى خاوية بدون مدرجات وكأن احنا خايفين منهم، لا بالعكس احنا نديهم الأمان حتى لو فيهم بعض عناصر مشاغبة لابد أن احنا نتعامل معها بالقانون، لأن احنا دلوقتي عايزين نسيب الفوضى وعايزين نسيب الانفلات وعايزين نبقى كلنا في بوتقة واحدة حريصين على تطبيق القانون. كل من يخطئ عليه أن يتقبل عقوبة القانون. الأستاذ أيمن الكاشف الناقد والمعلق الرياضي، يمكن فترة وجيزة بس حضرتك شرفتنا، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية أخرى معك مع مطوشة الدوري ومباريات الدوري ومباريات المنتخب المصري المرتقبة الودية إن شاء الله تكون في يوم 5 مارس مع منتخب البوسنة وهرسك. شكرا أستاذ أيمن. أنا أشكركم صباح الخير. أشكرك أستاذ أيمن الكاشف، بشكركم مشاهدين على متابعتنا، أنا ومحمد، وبكرة فريق عمل جديد في هذا الصباح. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.